أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يعتبر من يقع في شيء من المعاصي من أهل الأهواء؟ وما الفرق بينه وبين صاحب الهوى المبتدع؟ ما هو كل من وقع في المعاصي من أهل الأهواء، من أهل الشهوات. هذا لأن الفتن على قسمين: فتن شهوات كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وفتن وأكل الربا، وفتن شبهات والعياذ بالله، هذه أشد، وهي ما تكون في العقيدة، وهي فتن أهل الأهواء. فتن أهل الأهواء إنما هي بالشبهات، هي أشد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.